خلونا دلوقتي نصبح مع حضراتكم على زميلتنا هالة الحملاوي، نتعرف منها على أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات، ونقول لها صباح الفل عليك يا هالة. صباح الخير يا هالة. يا محمد صباح الفل يا فسنتو، صباح الفل على كل اللي بيشوفونا. موضوع شيق جدا، موضوع الخط بصراحة. كنت متحمسة جدا وانا قاعدة بقى. عندك رسائل وخطابات وحاجات موجودة، عندي جوابات أهلي في صندوق كده، في صندوق مامتي وبابايا وجدودي كمان الله يرحمهم، حطاهم فعلا في الصندوق. وكنت بقعد أتفرج، يعني أنا لقيت جواب من مامتي لبابايا بعتها في أربع صفحات بتقول اصل ما فيش اخبار كتير، فقلت لو كان الواتساب على ايامهم كان زمانها بقت مسج. بس فعلا يا ريت فعلا نرجع نهتم بموضوع الخط ونرجع نهتم بيه في مدارسنا، لانه بالذات الخط العربي فن لوحده جميل. حقيقي. على العموم نستعرض مع حضراتكم دلوقتي جوله مروريه، وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي. وطبعا بنبدا جولتنا المروريه من محافظه القاهره، ميدان عبد المنعم رياض بيشهد وجود كثافات نسبيه في شوارع متفرقه، وفي شوارع تانية هنلاقي ان في سيوله مروريه. على طريق الكورنيش هنلاقي ان في كثافه مروريه من المظلات في اتجاه منطقه وسط البلد، كمان الكورنيش المتجه للمؤسسه في بعض الكثافات المروريه. طيب لو رحنا لكوبري اكتوبر هنلاقي ان هناك في كثافات مروريه مستمره لحد العباسيه، وهنفضل ماشيين لحد غمره في اتجاه العباسيه هنلاقي ان في سيوله مروريه. في كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر، ونفس الكلام للي متجه من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر وصولاً للمنصة. ظهرت بعض الكثافات المتحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولاً للدائري. ناخد بالنا أنه تم غلق طريق صلاح سالم من الملك الصالح باتجاه السيدة عائشة، وده طبعاً تمهيداً للبدء في أعمال تنفيذ مشروع الخط الرابع للمترو من اتجاه كوبري عباس وحتى حديقة الفسطاط. في محافظة الجيزة هنبدأ من الطريق الدائري، في بعض الكثافات المرورية قبل بعض النزلات، كمان تكونت كثافات مرورية بمحور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر. أما الاتجاه الآخر فبيشهد كثافات ولكنها بسيطة ومتحركة، وبتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان. بيشهد شارع فيصل كثافات مرورية مرتفعة وبتوقف حركة السيارات في اتجاه المريوطية، بينما بيشهد طريق المريوطية الدائري المتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدائق الأهرام وصولاً لميدان الرماية انسيابية مرورية. كمان بيشهد شارع الجامعة العربية وشارع السودان في الاتجاهين وميدان الدقي كثافات متحركة، حيث ارتفعت الكثافات بميدان الجيزة. طيب لو رحنا شارع ترسا بيشهد بعض الكثافات المرورية نتيجة غلق شارع الهرم في الاتجاهين، وكمان بتظهر بعض الكثافات التانية المتحركة في شارع السودان وحتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. ولو رحنا شارع فيصل فبيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي وبتبدأ من محطة المريوطية والحد الطلبية. بيشهد الطريق الدائري كثافات متحركة أيضا بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا لمنطقة الدقي وحتى ميدان الجلاء. دلوقتي هنروح محافظة القليوبية. لو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي يفضل انك تكمل في طريق شبرا بنها الحرة، علشان طبعا مفيش هناك اي كثافات، ومنه للطريق الدائري ومحور الطريق العصار. اللي جاي من الزراعي بتظهر كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري ولكنها أصبحت أقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه التاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات طبعا لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور أي زحام مروري بالمركبات. كمان انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه لميدان المؤسسة ومنطقة المظلات. وهنكمل جولتنا المرورية مع حضراتكم، وهنروح دلوقتي محافظة بورسعيد لأن هناك في سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في ساعات الذروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة بتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. طيب هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. وكده خلصنا جولتنا المرورية المفصلة. هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، في أمطار متوسطة تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة،
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، تمتد خفيفة لمناطق من وسط سيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد. في نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 19، أعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين وهي 27، وأقل درجة حرارة في كاترين 18 درجة. طبعا معانا تفاصيل أكتر عن أحوال الطقس ولكن بعد شوية.